الإطاحة بهادي والأحمر وقوة طارق صالح تصل محافظة شبوة للسيطرة عليها. لنشاهد التفاصيل. أثارت عملية انسحاب القوات المشتركة بقيادة طارق صالح الموالية للإمارات من مواقعها في محافظة الحديدة مخاوف حزب الإصلاح الإخواني العدو اللدود للفصائل الإماراتية. وكشفت قيادات في حزب الإصلاح أن عملية انسحاب قوات طارق صالح من مدينة الحديدة تأتي ضمن مخطط إماراتي للدفع بطارق صالح لاجتياح مواقع الإصلاح في مدينة تعز وشبوة. وأوضحت أن الترتيبات الجارية للإطاحة بالرئيس هادي وعلي محسن الأحمر وحلفائهما أصبحت أكثر وضوحا مع انسحاب الفصائل الإماراتية من مناطق في الساحل الغربي. وكانت وسائل أعلام موالية للتحالف العربي أكدت أن معظم ألوية العمالقة التي تم سحبها من الحديدة نقلت إلى مدينة عدن استعدادا لاقتحام محافظة شبوة، تزامنا مع محاولة بعض تلك الألوية التسلل إلى المحافظة النفطية عبر أبين. واعتبر مراقبون عملية الانسحاب الكبيرة بأنها في إطار التحركات الدولية للدفع بشرعية جديدة والتخلص من قواعد الإصلاح في اليمن كآخر الحلول لمداراة هزيمة التحالف العربي في مدينة مأرب.